على الرغم من نفي أنقرة المستمر لمجمل التحركات في خضم تقارب مع دمشق، صحيفة أيدنليك التركية تكشف مسودة اتفاق بين تركيا والنظام السوري تأتي في مقدمتها شرط الأسد في حظر أنشطة المعارضة السورية في تركيا وشمال سوريا وتسليم إدلب وشمالي حلب قبل الانسحاب النهائي. ليس هذا فقط، بل بموجب هذه المسودة ينبغي على أنقرة ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لانسحاب قواتها من الأراضي السورية، إضافة إلى مساعدة نظام الأسد باستعادة نفوذه على مناطق شمال وشمال شرق. أما المطالب التركية فهي تنحسر في عودة ما بين 1 مليون و2 مليون لاجئ سوري من تركيا وضمان ضم المعارضة المعتدلة التي يوافق عليها الجانب السوري إلى الحكومة السورية، كما وتتضمن أيضاً محاربة حزب العمال الكردستاني. بحسب الصحيفة فإنه في حال حلحلة تلك الملفات سيتم التعجيل باللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأسد، فهل يتم الاجتماع قريباً؟